وللاطلاع على أبرز ما جاء في الصحافة العبرية لهذا اليوم ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي إبراهيم الشيخ المختص بالشأن الإسرائيلي. يسعد صباحك وأهلا بك. أسعد الله صباحكم وصباح السادة المستمعين. تحياتي لك سيد إبراهيم. يعني تضعنا الآن على أبرز ما جاء في الصحافة العبرية لهذا اليوم وأيضا تلخيص لآخر الأحداث حسب الصحافة العبرية. أبرز ما جاء في الصحافة العبرية هو الحديث عن القمة المرتقبة اليوم في العقبة وما ستتناوله هذه القمة بين إسرائيل ومسؤولين من السلطة الفلسطينية والأردن وأيضا مسؤولين مصريين. أيضا ما أشارت إليه الصحافة العبرية أن إسرائيل استبعدت وجود بعض من الدول العربية ولم تذكر من هؤلاء المستبعدون من القمة. أيضا تناولت الصحافة العبرية التظاهرات التي كانت قاربت على 250,000 متظاهر في المدن الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو وضد التغييرات القضائية وما أسمته المعارضة الانقلاب على القانون المنظومة القضائية الإسرائيلية. أيضا تناولت الصحافة العبرية أنها قامت باعتقال خلية قد تسللت من قطاع غزة ولم يكن بحوزتها سلاح وقد تم أخذهم إلى التحقيق لمعرفة حيثيات تسللهم من قطاع غزة إلى ما أسمته أراضي إسرائيل. أيضا كان هناك حديث من رئيس الموساد السابق داني يتوم من سيقول من الواضح أننا في وضع ينهار في المجتمع الإسرائيلي وهناك خطر على الديمقراطية الإسرائيلية كما أشار إلى الفجوة التي تتخذ بالاتساع ما بين أمريكا وإسرائيل الداعم الأول لإسرائيل وهذا يهدد كيان الاحتلال كما أشار في تصريحي. أيضا الحديث يدور عن أن وضع الضفة الغربية على هبة الانفجار بخاصة في رمضان وهذا كان من دواعي انعقاد هذه القمة في العقبة لخفض التوتر كما أسمته وسائل الإعلام العبرية. نعم، إذن إلى هنا أود شكرك الأستاذ إبراهيم الشيخ المختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك.